انا سامع صوت الرخامه. اها الله اكبر. والواد كان عنده حق. خش على اللي بعده. بروفيشنال ولا مش بروفيشنال يا اخي؟ ده لو جالنا هبطلها. لا 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 لا. هبطلها يا عم. انت خريج هندسه بس مش هيبقى رفيع زي عند الراجل. ما تحاولش تكسر مبادئي. انا ربنا نصارني. لا 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 لا. انا ربنا نصارني. ده تقطيع مصانع. طب بقى انا رجعت تاني بقى هنا يا جماعه عند محمد نور في الالبان نور عشان ايه؟ بصوا انا قلت له الجبنه الرومي دي عجباني، لما يجي لك اقراص كلمني. ده قرص. ده قد ايه القرص ده كبير؟ ده حوالي 12 كيلو ونص. 12 كيلو ونص؟ اه. سعره كام يعني لو حد عايز قرص كده؟ بص هو تقطيع احنا بنبيع ب 195 الكيلو يعني. حلو. اللي بياخد ربع بياخد نص الكلام ده. دي وسط طبعا. انما عليها خصم ان شاء الله لو حد عايز قرص كامل او نص قرص كامل. نص قرص. حلو. نقدر يعني مثلا نتكلم في 175 170 حسب ما ياخد هو قد ايه. خلاص تمام يا باشا. انا هاخده انا هقطعه بقى بمعرفتي. والقشطه هبوظه براحتي. والقشطه. لا لا القشطه انا كده كده عايز قشطه. ده قشطه خطيره اقسم بالله. حبيبي حبيبي يا دكتور. ربنا يوسع عليك يا رب. حبيبي يا حبيبي. الله يكرمك. طبعا بقى جينا البيت بعد ما خدنا قرص الجبنه الرومي هنبوظه زي ما بوظنا القرص بتاع السنه اللي فاتت. طبعا اللي يعرفني عارف ان انا بحب الجبنه الرومي جدا جدا جدا. قرص الجبنه الرومي ده احنا بنجيبه وبنقطعه ونقسمه ونغلفه ونشيله في الفريزر، وطبعا بنوزع بقى على ايه علينا في الاسره كلها. طبعا ايه راح موجب معايا بواحد قشطه زي المره اللي فاتت لما كنت بصور محمد نور البان نور. طبعا القشطه بتاعتهم خطيره، فهو قال لي ايه بقى عشان وانت بتدوق جبنه الرومي في الفيديو تدوق القشطه معاه. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه هو قال لي اقطعها لك، انا قلت له لا خلينا كود التجربه للمره الثانيه. هم عندهم طبعا البتاع اللي هو اللي بيقطع ده، السكينه طبعا ما بتقطعهاش حلوه، بس ما اظنش ان انا هعرف اقطعها، بس ادينا هنجرب مش هنخسر حاجه. هي كده كده متفقين على حاجه ان هي كده هتتاكل. اذا قطعت حلو بقى، اذا قطعت مش حلو كده كده هناكلها. هناكلها طبعا. ايه اتاكدنا ان احنا منضفين الرخامه كويس. طبعا دي انتاج شهر فبراير 22 وصريحه لمده 13 شهر. هي اول ما هنبدا نقطعها خلاص هتبقى محتاجه تتشال في الفريزر لما تتقطع. دي تعتبر قديمه بقى لها سنه، بس انا بحب الجبنه الرومي الجديده عموما والوسط، بس بصراحه دي لما دوقها لي طعمها كويس جدا والملوحه بتاعتها مش شديده. بعد تجيب عيش بلدي دلوقتي عشان خاطر ايه شويه الجبنه اللي هتطلع. جبنه بقى ايه نروح ايه حطينا في العيش البلدي وفي الفرن بقى، والنهارده بالليل بقى يعني ايه جبنه سايحه عليها قشطه وناكل على طول. نصلح الاخطاء الماضيه. انا عايزين نعمل زي خريطه علشان ايه نعرف نمشي عليها. فالخريطه مفيش متر كده ولا اي حاجه، فاحنا بالويم كده هنيجي ايه نعمل كده ايه خط كده. الخط مش باين خالص الحمد لله. احنا هنقطعها زي البيتزا، هتبقى كده. هيبقى فيها كام قطعه؟ 8 قطع، ودي هتتقطع بعد كده بالنصين كده مقطع طولي، فهتبقى فيها 16 قطعه. 16 ودي حوالي 13 كيلو ونص، فيعني كده تبقى كام يعني القطعه؟ هتبقى حوالي كيلو الا ربع بس. ايه يا ريت حد يعمل لنا العمليه الحسابيه دي ويقول لنا يا جماعه لو سمحت. بسم الله انجز يا عم يوسف علشان انت هتيجي تساعد معايا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي بتحتاج كازلك كبير شويه. وصلنا للاخر. يا منجي من المهالك يا رب. جناحت جناحت يا يوسف الحق. عايز نظام الزوايا. دي معناها يا راجل كان اقطعها لك اسهل. انا قلت يعني ان من باب اللي عارف انت فرحه العيد دي انك بتذبح وكده. طب بص 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 وسع وسع خرجها بره خرجها بره كده. لا 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 ما تخرجش سكين. اوعى خرج اوعى اوعى خرج سكين. امسك بس انت الزر. ايوه لف لف. اصبر بقى اصبر اصبر. بص بقى الجبنه الرومي بدات تفرفط دي يعني ايه نسريات. لا ما نسريات مش حاجه عندها بتترمي. اسيبه نروح بقى ايه فين كده. تعالى بقى نتاكد ان هو ايه كده. مش هيتاكد ليه؟ لازم نديها سنه كمان اهو اهي من اولها لاخرها اهي. ده حلاوه اهو كده. النص كده اتقطع. لو قطعناها نصين مش يعني 80% مشكلنا بتتحل. نكمل؟ لا ايدك هتوجعك. بص بقى انا اقول لك على فكره. هات الفوطه دي هات الفوطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك بقى معايا القرص نفسه. انا سامع صوت الرخامه. اها اها الله اكبر. والواد كان عنده حق محروس مسكينها. دي اول طلعه الحمد لله. تعالى بقى ايه ايوه نعمل كده. احنا كده كده عاملين الخريطه كده بقى. في خريطه بقى. خلوا ده كده على كام. لا احنا نفتح محل. لا انا هفتح محل جبن. طبعا بيقول لك اصل ما ينفعش تقطع غير بالواير. انا بروفيشنال في الحكايه دي. ها خش على اللي بعده. بروفيشنال ولا مش بروفيشنال؟ ايوه يا اخي ده لو جالنا هبطلها. لا 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 لا. هبطلها يا عم. انت خريج هندسه؟ لا مش هندسه، بس دي بتبقى بالفطره. دي بقى تتاخد كده. دي بقى بتتاخد بقى ايه. دوق بقى كده حته الجبنه الرومي دي وقول لي بقى رايك. لان هو الجبنه الرومي بتاعته بصراحه حلوه. هنيجي بقى يا جماعه ايه القرص نفسه. ولا سحر ولا شعوذه ولا اي حاجه.
هنيجي بقى نقول ان احنا ده ناكله بقى، يعني ده ايه؟ ناكله. هناكل منه، احنا دلوقتي هناكل منه، هنعمل ايه بقى؟ لا ليه؟ اهو. بس مش هيبقى رفيع زي عند الراجل. ما تحاولش تكسر مناديل. طب وريني. انا ربنا نصارني. لا 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 لا. انا ربنا نصارني. ده تقطيعة مصانع. انا ايدي فيها مكنة يا جدعان. كل بقى حلوة حلوة بجد. حلوة. بعدين لا ايه؟ جديدة بس حلوة طعمة. هلا بقى عشان ايه؟ بقى القشطة والرومي. هنشوف بقى دلوقتي. في ميكس هيتعمل؟ هنشوف دلوقتي. هات معلقة. معلقة صغيرة. تعرف عادة عادة. انا بحب ادوق اللي واقف جنبي الاول. لا لا. انا مش هدوقها اصلا. لا. طب والله طب اذكر. دوق. ما بهزرش والله. يا عم دوق. ما تقولش ما بحبش. والله. دقت وطلعت ما بتحبش. لا يعني انا عندي مشاكل زي ما انت عندك مشاكل مع النشا كده. انا ما عنديش مشاكل مع النشا. طب احلف. يلا كل مره واحده. تعال مصطفى دوق حته جبنه رومي مع قشطه. اه بس انت غير انت يا اخوك تعال دوق. هو ده بقى اللي فاهم ده في اللقمه فينو حكايه. لا استنى ودي مره. لا لا مره واحده. انتوا في ايه مالكم؟ انتوا كيوت كده ليه النهارده؟ انت رايك يا محمد شرف الاختراع؟ القشطه ايه رايك؟ جميله صح. ايوه القشطه اللي جميله ولا القشطه والجبنه مع بعض جميله؟ هي القشطه مع الجبنه عامله بالانس. بالانس بالانس محترم كده. لا القشطه حلوه الجبنه. ايه رايك فيها؟ جبنه عبقريه بس دي قديمه متاكد؟ لا مبدا انتاج فبراير. مش حدق الحدقان بتاع القديمه. لا حلوه. انا بحب الجبنه الرومي. هو مين ما بيحبهاش؟ حنفي الوحيد. حنفي. هنقطع بقى كده الجبنه ونبدا بقى ايه نخزن فيها في كيس بلاستيك وحسب بقى استهلاككم. يعني ايه احنا ناس بنستهلك الجبنه الرومي بصراحه. بص بقى انا بحب بقى الحته اللي هي بتروح طالعه مقطعه دي وانت بتقطع القرص تخليها في الاخر بقى تروح حاططها على اللقمه بقى دي. هدول اشيلهم على جنب كده عشان ايه هقليهم اكلهم. دخلها في الميكرويف؟ اه لا في الفرن. فرن عشان العيش يتحمص. ما تصغرناش بقى. لا ما هدي العيش لخبيه. مش متصغرناش. جمعوا بقى يا جماعه كده مع بعضيكوا وهاتوا لكم بقى ايه قرص على بعض. اه قرص هيبقى اوفر شويه وبس يعني خلوا رجلي يقطعه لكم. دي نصيحه يعني لان الجبنه الرومي بقت غاليه لان هو تقطيعه على فكره مش سهل. هو انت يبان لك ان هو سهل لكن هو لا هو مش سهل بالمره. وبعدين تحس ان هو كبير يعني يعني الموضوع مش عايز يخلص. يعني اه كنا في كل ده لسه في نص. هات بقى كيس من هنا شفافه وابدا بقى اخزنها. مش انا هخزنها كده مش هقطعها كده. هخزنها كده وانا لما نيجي نشتغل عليها نطلعها من الفريزر ونقطعها كده. انا هكمل بقى التقطيعه علشان ايه كل واحد ياخد البورشن بتاعه. احنا عارفين الراجل حقاني. كل واحد ياخد البورشن بتاعه. انا هاخد نص القرص ده ليا وابعت نص القرص لباقي العيله. انت كيس ولا كيس. وطبعا وانتوا بتقطعوا يا ريت ايه السكينه تبقى حاميه عشان ايه ما تنجز ما تقاسوش زي ما انا بقاسي كده. تصبحوا على خير يا جماعه.